الجمهوريه على مستوى الجامعات الاهليه كلها اللي في الجمهوريه اللي انتوا بقى بتسمعوا عنهم واللي بيقعدوا الحناجر في الجرايد واللي يعرف عنها حاجه تحصل على هذا اللي هم متضررين من موضوع الحرب على الارهاب ليه ورا بعض كده متاثرين نفسيا مما حدث في المذبحه اللي حصلت في الروضه. حاج عرفات متمسك بمكانه ومتمسك بالجمعيه بتاعته في الجوره وقاعد فيها ورغم التهديدات اللي بتجيله ورغم كل حاجه الا انه يكفي زي ما بقول وجوده في الجوره مخلي كل التوابع بتاعه قريه الجوره قاعدين في مكانهم. محدش بقى راح يمين ولا شمال، لا، منطقه الجوره والتوابع بتوعها ما زالوا موجودين. عشان كده بنقول ان الساده المسؤولين او التنفيذيين اي عمل على حضراتكم احمل لكم جميعا تحيات اهلنا في الجوره وتهانيهم بمناسبه العام الجديد وخاصه السيد الوزير المحافظ والاخوه اعضاء المجلس التنفيذي. وسبق ان يعني قلنا في مجلس الاداره للاخوه العاملين ان احنا بصدد تكريم بعض الجهات من المجلس التنفيذي اللي كان لها طوال الفترة العصيبة اللي احنا عشناها في 16 و17 وجزء كبير من 18، ان احنا ايضا كما قال السيد الوزير المحافظ ان يكون لهم منا تكريم والاعتراف بالجميل، لانه الان يجب على من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالناس اللي تعبوا والناس اللي قاوموا تعال من هنا يا فاتح.